مجدي. ايوه ماما. واحده ست عايزاك بره اسمها سعاد. سعاد هانم؟ دي مرات الدكتور فكري اللي بشتغل عنده في العياده. لا يا شيخ. طب بس روحي اقعدي معاها لغايه ما اكمل لبسي. طيب يا اخويا طيب. اسمعي خلي البت زينب تعمل لها كوبايه شربات لغايه ما اجي. زينب مشيناها. ليه؟ بنت مش عاجباني مش على بعضها. خفت لك تجيب لنا نصيبه. طيب روحي بس اقعدي معاها ما يصحش تسيبيها لوحدها. طيب يا اخويا ما تتلهوكش. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ما كانش فيه داعي تكلفي نفسك كده. الحقيقه انا جايه مخصوص عشان اهني بنجاح ماجد. يبارك فيكي وتسلم رجليكي. ربنا عالم بحالنا. اهلا اهلا يا فندم. مبروك يا ماجد. الله يبارك فيكي. عقبال بكالوريوس بس على شرط لازم تطلع الاول ان شاء الله. والله عمرنا ما هننسى فضل حضرتك ابدا. ده ماجد دايما يشكر فيكي ويقول ادي النسوان ولا بلاش. دي مفاجاه سعيده جدا يا فندم. حضرتك شرفتينا. انا زعلانه منك. لا والله انا فكرت كتير اطلب حضرتك في العزبه ما كنتش عارف نمره التليفون. كنت سالت فكري. الحقيقه اتكسفت. واصل حضرتك عارفه جرى يا ماما. مش تعملي كوبايه شربات لسعاد هانم؟ ايوه يقطعني يا ابني نسيت. عن اذنك يا استهانم. اتفضلي يا فندم. هو فكري ما قالكش ان انا سالت عليك مرتين في العياده؟ حضرتك سالتي عليا؟ محدش قال لي. غريبه. ده فكري قال لي انك مش موجود. انا ما غبتش ولا يوم. ده حتى ايام الامتحان ما عرضش عليا اجازه. والحقيقه انا ما رضيتش اطلب. معلش. انت هتتاخر على العياده. تعالى معايا وصلك. والشربات؟ يبقى لي عندك كوبايه شربات. اتفضلي. شوفي يا اختي الوليه وعمايلها. بلاش.